بمشاركه عدد من النساء والفتيات نفذ مشروع بيت الياسمين التابع لمركز مار اسيا الحكيم فعاليه بعنوان ايد بايد قولوا فعل بمناسبه حمله 16 يوما لمناهضه العنف القائم على النوع الاجتماعي بدعم من صندوق الامم المتحده للسكان. قائمين بحملة 16 يوم، حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي هي تأتي تحت شعار الذي وضعته صندوق السكاني للأمم المتحدة، إيد بإيد قولوا فعل، مسؤوليتنا كلنا ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي. مديرة مشروع بيت الياسمين ميراي سفر بينت أن الفعاليات تأتي في إطار سلسلة من النشاطات التي يتم تنفيذها من قبل مشروع بيت الياسمين، وتركز على مجموعة من الرسائل التي لا بد من إيصالها للنساء والفتيات لرفع الوعي لديهن ليكن قادرات على مواجهة العنف بكل اتجاهاته. نحن المركز تبعنا هو عبارة عن مساحة آمنة للسيدات والفتيات، يستقبل من عمر 14 سنة وما فوق، عبارة عن دورات مجانية بالإضافة لجلسات التوعية الجماعية والفردية من الدعم النفسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. نحن اليوم هم موجودين بصالة البلابل لفعالية اسمها لحياة خالية من العنف ضمن سلسلة فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة. مسرحيتنا كانت العنف لما الرجال يعنف مرته، كمان البنت لما بنتي كانت تتعنف من قبل المدرسة، وكمان حكينا بشكل عام عن المسرحية كيف أنواع العنف اللي صارت معنا، كان العنف اللفظي، العنف الجسدي، العنف المادي، العنف الاقتصادي كمان حكينا عنه. الفعالية التي أقيمت في صالة البلابل وسط مدينة الحسكة تضمنت عروضا مسرحية تتحدث عن اتجاهات العنف السبعة. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية الحسكة.